السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفات من كوزينتي. ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم على بركة الله راح نبدأ اول حلوة تاع العيد، اللي هي حلوة الورقة. عندي هذا المول تاع السيليكون، راح نحضروا به حلوة الورقة. حلوة راح تجي خفيفة لذيذة ما شاء الله. ولف نستعملها في مول واحد اخر، هذه المرة بدلت المول، راح نديرها في الورقة. هي حلوة من كوزينتي، تجي خفيفة، تجي ما شاء الله. راح نشوفوا المقادير تاع هذه الحلوة. بسم الله على بركة الله. عندنا ندو 250 غرام تاع، انا ندير مقدار صغير وانتم تضعفوا المقادير. انا راح نستعمل هذه 500، راح نستعمل منها 250 غرام تاع المارغارين، اي مارغارين تكون متواجدة عندكم في البيت. عندنا كاس تاع سكر غلاس، غير ان دوا كاس ماشي معمر حتى الفوق نتاع السكر غلاس. عندنا ساشي تاع خميرة، زوج تاع لافاني، اثنين فانيليا، واحدة خميرة كيميائية. عندنا ربعة قطع نتاع الجبن، اي جبن يكون متواجد في البيت. عندنا اربع ملاعق كبار نتاع جوز الهند، وعندنا شوكولاتة للطلي، شوكولاتة للطلي اللي تكون متواجدة عندكم في البيت اللي موالف تستعملوها. انا استعمل هذا الوجدان ما شاء الله ولا ماكسون. نبداو على بركة الله نحضروا هذا الوصفة نتاعنا. لازم لنا جفنة باش نحضروا هذا الحلوة. عندنا ايضا صفار بيضتين. راح نوضع اول حاجة في القصعة، هي او الريسيبيون تخدموا فيه. راح نوضعوا لا مارغارين هي الاولى، راح نستعمل 250 غرام كما قلت لكم. هذا المارغارين تعجبني لخاطر فيها، دايرين فيها قضيت تعبري، دايرين فيها العبر. راح نقسمو 250 غرام نتاع المارغارين، فوالا راح هنا نقسمو، وراح ندي الكمية اللي نحتاجها. فوالا راح ندي 250 غرام نتاع المارغارين. بسم الله نحطو المارغارين هي الأولى، ونضيفو لها صفار بيضتين، نخلطوهم مليح حتى يولو كومين كخيم. انا حطيت صفار البيض مع هذيك المارغارين، راح نخلطهم مع بعض حتى يولو كومين كريم، ومن بعد راح نضيف لهم الفرماج والمقادير المتبقيه. نخلط هذاك البيض مع هذيك المارغارين مليح حتى تولي لنا كومين كريم، نعذرها تولي لنا كومين كريم. بعد راح نضيف لها الفرماج، راح نضيف ربع حبات تاع الفرماج. بسم الله، هذه وحده، حلوة تجي خفيفة ما شاء الله وتجي هايلة بنينة. نخلطو الفرماج مع هاد المارغارين مليح، فوالا راح نضيفو سكر غلاس، كاس ماشي معمر تاع سكر غلاس. راح نخلطو مليح المقادير هادو مع بعض. راح نضيفو لا فاني، راح نضيفو لي دو ساشي تاع لا فاني، كيسين تاع الفانيليا. راح نضيف هذيك لانوا د كوكو، ايضا جوز الهند، مقدار اربع ملاعق كبار تاع جوز الهند. نخلطهم كامل مع بعض. شفتو القوام تاع الاخر راهي تشرب كومين كريم، راح نخلطوهم كامل مع بعض. راح نحتاج ايضا الفارينة، راح نوضع القليل ونحط هذاك الكيس تاع الخميرة الكيميائية. نزيدو نخلطوهم شوية ونكملو نديرو كامل الفرينة ونلم هذه لاباط. هذه هي لاباط بعد ما وجدتها، بعد ما كملتها درت لها 500 غرام تاع الفرينة، تدي 500 غرام دو فارين.
هاي تولي هكذا طريه، راح نديروها في هذاك المول تاع السيليكون باش نشكلو هذوك الوريقات. راح نخدم دي بول، وهذوك لي بول نحطهم في هذاك المول تاع السيليكون ونشكلو الورقه. يعني زدت حطيت في هذاك المول دي بول واحد اخرين وشكلتهم وريقات، وراح ندخلها من الفرن. لازم نحطو تحت هذاك المول تاع السيليكون بابي كويسون، ورقة طهي، باش نحافظوا على هذاك المول، ونقصوا النار نخلوهم يطيبوا في غرضهم. راح نوضعوا نفرغ الشوكولاته في هذو الورقات الداخل باش تدي هذيك لا فورم تاع لا فوي، وراح نحطوها على الحبه تاع الكاطو اللي حضرناها، الورقه اللي حضرناها. نفرغ الشوكولاته البيضاء والشوكولاته السوداء. انا فرغت شوكولاته بيضاء داخل في هذيك الورقه، راح نوضعها في الثلاجة، نعمرهم كامل ونوضعهم في الثلاجة، نخليهم حتى يشدوا رواحهم ونديمولوه. هذه هي الشوكولاتة اللي نذوب فيها في حمام مائي. حطيت قطع، حطيت دو تيغ، ثلثين من هذيك شوكولاتة الطلي خليتها حق ما ذابت، زدت ضفت لها ثلث ثالث، يعني ثلثين نديرهم هما يذوبوا، بعد نزيد لهم ثلث بعد ما يذوبوا ندير لهم ذاك الثلث، راح تجي تلمع، راح تجي عندها لمعان. نوزعوا مليح هذيك الشوكولاته في هذيك الورقه، ومن بعد نحطوا هذيك الحبه تاع الكاطو. انا حطيت لهم كامل شوكولاته بيضاء وشوكولاته سوداء، حطيت هذوك الحبات نتاع الحلوى. دوك رايحين نخلوهم يتجمدوا، تخلو الشوكولاته تجمد ورايحين نديمولوهم. الحلوه بعد ما خرجتها من الثلاجه هذه هي، راح نديموليها، راني نديمولي فيها بالعقل، فوالا غير هكذا بالعقل. هذه هي، سعفوها، هذه هي. راح نكمل كامل الحبات نديموليهم، خرجت ما شاء الله. راح نشوفوها في صحن التقديم. هذه هي حلوة الورقة بعد ما كملتها، خرجت ما شاء الله. هذه بالشوكولاتة السوداء بذوق البندق، وهذه شوكولاتة بيضاء، هي خرجت ما شاء الله روعة. حلوة الجبن من كوزينتي. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة، هي وصفة جميلة، تجي خفيفة لذيذة كأول حلوة في العيد. المقادير اللي درتها اليوم قطعت لي 33 حبة، 33 حبة، استاذ كتبوا تضعفوا المقدار راح تجيكم كمية كثيرة. اللونين في زوج جوج شابين، الشوكولاتة البيضاء والشوكولاتة السوداء، حين يخرجوا في زوج روعة ما شاء الله. شهية طيبة، نبقى لي غير نقولكم بقى على خير. هذه هي الحلوة والوصفة تاع اليوم، معذرة على التأخير. بصحتكم، إلى الملتقى مع حلوة أخرى من كوزينتي، وشكرا. لا تنساوش لايك وتفعيل الجرس. إلى اللقاء.